وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك في نشرة الثامنة. كيف تنظر إلى العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى؟ في الحقيقة أن العلاقات في الفترة الأخيرة شهدت قفزات نوعية وشهدت حالات من التلاقي وحالات من التفاهم على كثير من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وملفات التعاون والتنمية بين الجانبين. الكتلتين مهمتين في الحقيقة في المنظومة الآسيوية، وتعزيز التعاون بين هاتين الكتلتين يؤكدان رسوخهما وقوتهما في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك أن هناك أبعادا تتشارك فيها هاتين المنظومتين مع دول مجلس التعاون. المسار الأول ربما يكون مسار العلاقات المشتركة في التنمية وفي التشابه في بعض قضايا الإنتاج وقضايا الصناعات. النقطة الثانية، هاتين الكتلتين تمثلان جزء من المنظومة الآسيوية والمنظومة الإسلامية، ودول مجلس التعاون يعني تبحث خلال الفترة إلى حالات من التفاهم، حالات من التعاون، حالات من التعاضد مع القوى السياسية. وقوى دول آسيا الوسطى تشكل يعني كتلة بشرية، سياسية، اقتصادية، أمنية. أنا أعتقد أن شكل العلاقات فيما بين هاتين الكتلتين هي تتطور وتنمو باضطراد، ومن المتوقع لها أن تلعب دورا في السياستين الإقليمية والدولية. نعم سيد سالم، يعني كيف تعزز مثل هذه القمم العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول العالم؟ دول مجلس التعاون وفي السنوات الأخيرة اختطت لها أسلوبا هو أسلوب التعامل مع القوى السياسية الإقليمية الدولية بشكل كتلة سياسية واحدة، وبرز هذا الدور من خلال علاقات دول مجلس التعاون مع كثير من الأقطاب في المنظومة الدولية، مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الغرب، حتى مع بعض دول أمريكا الجنوبية. هذا معطى حقيقي لدول مجلس التعاون. المهم حقيقة في هذه النقطة هو أن دول مجلس التعاون تقدم نفسها كقوة إقليمية متوازنة. الشيء الآخر، هناك تكثيف لجهود مجلس التعاون وهناك تكثيف للجهود ولتعزيز مسارات العلاقات الدولية. الشيء الآخر والمهم، هناك حالة من التنسيق السياسي الخليجي الذي يوحد المصالح الخليجية ويؤكد أنها قوة مهمة في المنطقة، في الإقليم، منطقة الشرق الأوسط، وأيضا لها تأثيرها على صناعة السياسة في المنظومة الدولية، سواء على مستويات الأمن أو على مستويات الموقع الاستراتيجي أو على مستويات أيضا الطاقة وعلى المستويات التاريخية والاقتصادية. إذن كنت معنا من الرياض سعادة المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.